الآن فنذهب إلى أحمد روشة في أشدود. أهلا ومرحبا بك أحمد. ما تفاصيل هذا الإعلان من جيش الاحتلال بشأن نقل المواطنين والموظفين الأمميين إلى جنوب القطاع ومعناه أحمد؟ الانتقام، هذا ما تريد إسرائيل. هي تمهد لاجتياح بري محتمل يبدو أنه سيكون واسعا لقطاع غزة، وتريد أن تصل إلى ما تسميه أماكن سيطرة حركة حماس من أجل القضاء عليها، من أجل القضاء على حكم حماس في القطاع. خلال الأيام الماضية كانت تساؤلات جدية من داخل وسائل الإعلام الإسرائيلية حول قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على القضاء على حكم حماس، لأن الهدف الذي يضعه المستوى السياسي الإسرائيلي وكذلك كبار الضباط ورئيس أركان الجيش في إسرائيل هو القضاء على حركة حماس وليس مثلا القضاء على قدراتها العسكرية. هذا الأمر لم ينجح في لبنان عام 2006 ولم ينجح أيضا في الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2005 حتى الآن على الأقل. لذلك لابد من اجتياح بري بحسب ما يقول المسؤولون الإسرائيليون، وإسرائيل بدأت تمهد لهذا الأمر، بدأت تمهد لهذا الأمر منذ الدقائق الأولى بعد طوفان الأقصى. نرى حشودا عسكرية إسرائيلية واسعة تأتي إلى هذه المنطقة، أكثر من 300 ألف جندي إسرائيلي موجودون الآن في المناطق المحاذية لقطاع غزة. خلال اليومين الماضيين كانت عمليات تهجير مقارنة بالتهجير الذي تدعي أو تسعى إسرائيل إلى تحقيقه شمالي قطاع غزة، كانت تلك العمليات محدودة، لكنها كانت عمليات واسعة لعشرات آلاف الغزيين. المقاومة الفلسطينية ردت على عمليات التهجير هذه بإطلاق رشقات صاروخية، تحديدا رشقة صاروخية مكثفة ومتواصلة على مدى يومين باتجاه عسقلان في محاولة لتهجيرها ردا على عمليات التهجير مقابل التهجير. حتى الآن هناك ترقب لما قد يكون رد المقاومة خلال الساعات المقبلة على محاولة التهجير الجماعية هذه. على ما يبدو الاجتياح الإسرائيلي سيكون من المناطق الشمالية لقطاع غزة والشمالية الشرقية. نحن شاهدنا حشودا كبيرة في هذه المنطقة من دبابات الجيش الإسرائيلي ومن المدفعية ومن الناقلات الثقيلة تنتشر في تلك المنطقة. يبدو أن إسرائيل تحضر لهذا الأمر، تحضر الاجتياح يبدو أنه سيكون كبيرا، وتحضر على ما يبدو أنها ستكون مجزرة في قطاع غزة. الآن بحسب ما نرى معظم الغزيين ربما قد لا يغادرون تلك المناطق. جيش الاحتلال لم يحدد سياسته إن كان سيقصف هذه المناطق بشكل كبير من الجو أو لا، أو أنه في كل الحالات سيدخل أو سيجتاح قطاع غزة بريا. كل هذه التساؤلات غير واضحة، لكن يبدو أن الجيش الإسرائيلي يعد العدة لشيء كبير على ما يبدو اجتياح بري واسع لتلك المنطقة. الرأي العام الإسرائيلي يتفاعل بفرح مع هذه الأنباء، يطالب منذ اليوم الأول بتدمير القطاع، يطالب منذ اليوم الأول بارتكاب مجازر في القطاع، يطالب منذ اليوم الأول بعمليات تهجير واسعة داخل قطاع غزة وباجتياح بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل القطاع والسيطرة عليه كما كان الحال قبل العام 2005. الرأي العام الإسرائيلي يستقبل هذه الأنباء بفرح. هناك نوع من أنواع البهجة عند الصحفيين العسكريين الإسرائيليين والصحفيين بشكل عام في وسائل الإعلام الإسرائيلية بحسب ما استمعت إليه من أنباء في ساعات الصباح.